المملكة والتحديات الموجودة، وخاصة في زيادة عدد السكان، وزيادة عدد السكان بحاجة لتزويدهم بكميات كافية للاستخدامات المنزلية، إضافة لحاجتنا إلى الزراعة. فبالتالي كل عام نحتاج لكميات إضافية، وهذا تحدي كبير جدا أمام وزارة المياه والري لغلق الفجوة ما بين ما هو متاح من مياه وما بين ما هو مطلوب من المياه. اعتمادنا كما تعرف هي بشكل عام على المياه الجوفية بشكل عام. مياه سطحية عندنا مياه محدودة.